نستعرض ال هسه وضحت امامكم هذه الوايت بورد واضحه امامكم؟ نعم دكتور، واضح واضح. نعم نعم محاضرتنا لهذا اليوم هي linear functions، يعني الدوال الخطيه linear functions on their graphs ورسمها. اذا موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو linear functions on their graphs، يعني الدوال الخطيه ورسمها. في البدايه لا بأس ان نعطي تعريف definition الدالة الخطية linear function. يعني شنو هي linear function؟ شنو هي الدالة الخطية؟ فعندنا a function الدالة اللي هي هاي أمامكم راح نكتبها الاف، اللي تنطلق من مجموعة الأعداد الحقيقية الار وتستقر بمجموعة الأعداد الحقيقية الار، يعني الريال نمبرز. هذه الدالة اللي أمامكم هسه الاف اللي تنطلق من الار وتستقر بالار، هذه راح is called، راح نسميها linear function. إذا هذه راح أقول عليها linear function، يعني راح أسميها الدالة خطية. دالة خطية linear function، دالة خطية. زين، ايش وقت راح اطلق على هذه الدالة تسمية اللينير فانكشن؟ اذا كانت الاف الدالة اف is defined by، معرفة بالشكل التالي، is defined by، معرفة بالشكل التالي، انه f of x يساوينا AX زائدا B. إذن الدالة، هذه الدالة اللي تنطلق من الآر وتستقر بالآر راح أسميه linear function، دالة خطية. إيش وقت؟ إذا كانت معرفة بهذا الشكل، إذا كانت معرفة بهذا الشكل. إذن شكل الدالة الخطية هي F of X يساوي لنا AX زائدا B. طبعا الاي والبي، هذه الاي والبي هم ثوابت، نسميهم كونستانتس، يعني ثوابت، كونستانتس ثوابت. هذني الاي والبي اعداد او قيم ثابته، نسميهم ثوابت كونستانتس. والاكس نسميه فاريبل، يعني متغير، فاريبل متغير. طبعا والشرط انه لازم يكون شنو؟ الاي لا يساوينا صفر، فقط عندنا هذا الشرط، انه لازم هذا الثابت الاي ياخذ اني نمبر ما عدا الصفر. طبعا هنا وير، حيث ان طبعا الاي والبي شنو هذول؟ هذول ريال نمبرز، يعني وين ينتمون؟ ينتمون الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، ينتمون الى مجموعه الاعداد الحقيقيه. واضح تعريف الدالة الخطية؟ أكو سؤال عليها؟ واضح تعريف الدالة الخطية؟ شنو هي الدالة الخطية؟ يعني واضح. إذن الدالة الخطية هذا هو شكلها، F of X يساوي لنا AX زائدا B. طبعا الـ A والـ B قلنا شنو هذول؟ كونستانس، يعني ثوابت، بحيث أنه الـ A والـ B تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. زين، ولا ننسى انه الاي لازم ما تساوينا صفر. هذا هو تعريف الدالة الخطية. طبعا ايضا اضافة الى هذا التعريف ولمعلوماتكم، انه الدالة الخطية من تجي ترسمها بالاكس واي بلين، يعني مستوى الاحداثيات السين الصادي، يعني مستوى الاحداثيات المتعامدة، يعني من تجي ترسمها هي بمستوى الاحداثيات السين والصادي، طبعا هذا الاكس اكسس، هذا الاكس اكسس يعني محور السيني، والواي اكسس هذا المحور الصادي. يعني من تجي ترسم الدالة هذه
راح يكون شكلها على شكل خط مستقيم، ولهذا سميت بالدالة الخطية. ليش؟ من تجي ترسمها يعني الجراف مالتها، الرسم مالتها في مستوى الإحداثيات هو عبارة عن شنو؟ خط مستقيم، عبارة عن لاين وكيرف. اكو عندنا كيرف منحني وعندنا لاين يعني خط مستقيم. فالدوال الخطية دائما نجي نرسمها على الاكس واي بلين، هذا نسميه الاكس واي بلين. من تجي ترسمها على الاكس واي بلين هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خط مستقيم، عبارة عن لاين. زين، هسه لا بأس، هسه واضح التعريف هذا؟ واضحة. لا بأس أن نعطي أمثلة example عن الدوال الخطية. الاكزامبل أول واحد مثلا عندنا هذه الدالة a function، هذه الدالة f اللي هي أيضا تنطلق من ال r يعني من مجموعة الأعداد الحقيقية real numbers، وتستقر بالreal numbers مجموعة الأعداد الحقيقية. وكون تكون هذه معرفة بالشكل التالي، انه اوف اوف الاكس، اف اوف الاكس يساوينا 3 اكس، 3 اكس زادا 12. اذا واضح انه هذه الدالة اف، هذه الدالة اف هي از لينير فانكشن، هي دالة خطية. ليش؟ لان شكل هذه الدالة، شكل هذه الدالة هو نفس الشكل العام اللي طيناه بالتعريف، تعريف للدالة الخطية. احنا يعني من الساعة انطينا الجنرال فورم، يعني طينا الشكل العام للدالة الخطية. فلو تقارن هذا الشكل بهذا الشكل تجد انه هذا هذه الدالة تمثل لينير فانكشن. طبعا هنا هذا هو يمثل لنا هسه هنا الاي، الثلاثة الاي، وال12 شنو؟ شو تمثل لنا؟ تمثل لنا البي. واضح هسه هذا الاكزامبل؟ زين، هسه لو ناخذ مثال اخر وهنا نسأل اذا كانت عندي هاي جي، هذه الدالة اللي هي ايضا تنطلق من مجموعة الاعداد الحقيقية الريال نمبرز، وتستقر ب الريال نمبرز يعني الدومين والكو دومين مالته هو الار الريال نمبرز، وتكون هاي الدالة معرفة بالشكل التالي انه جي اوف الاكس، جي اوف الاكس يساوينا اكس ناقصا 0.2. واضح هذه امامكم. الان نجي نشوف هسه لو نجي نشوف ابراهيم، ابراهيم اسماعيل، ابراهيم نعم دكتور وياك. نعم، هل هذه الدالة اللي هسه كتبتها اني هي دالة خطية؟ دا اشوفها انت لو لا؟ والله دكتور الصوت يقطع وأنا يمي ضعيف، بس هي هل هذه الدالة هسه هاي اللي امامك هي خطية ام لا؟ يعني لينير فانكشن لو نعم مو دكتور لينير خطية. فانكشن خطية. ليش خطية؟ هسه واحد مثلا يقول لك انت قلت خطية، شنو السبب قلت خطية؟ دكتور ليش؟ لأنه هي اف الاكس تساوي اكس ناقصا 2 بالعشرة. اي يعني هاي مو اف للاكس، هاي جي للاكس اللي كاتبيها احنا، هي يعني دكتور الدالة، الدالة جي للاكس هي هو جيل كاتب. الاكس بس نعم، اعتبارها اف الاكس فاذا هذه الدالة شنو هي؟ دالة خطية خطية. مو. شكرا. هسه لو ناخذ دالة أخرى خلينا نسميها H، هذه ال H أيضا تنطلق من ال R وتستقر بال R، هذه الدالة، وتكون معرفة بالشكل التالي إنه دكتور العاشر H. ممكن سؤال؟ نعم تفضل. H انت of ال X. مو قلت نعم، الشرط الاي لا تساوي صفر؟ اي ما تساوي صفر. هسه الاي هنا ايش قد تساوينه؟ انا اسالك، الاي ايش قد تساوينه هنا؟ هنا الاي ايش قد تساوينه؟ نفرض اي فرض واحد، يجي الواحد واحد اي واحد. اذا الواحد شيء ما يساوينه صفر، لو ساوينا صفر كان اختفت الاكس مو؟
واضح دكتور. لو المعامل كان صفر كان ما ظهرت عندي الاكس، بس هنا المعامل واحد والواحد عادة لا يكتب، ومثل ما تعرفوا اذا الاي ما نساوي لنا صفر بل ساوت لي واحد. اوكي واضح واضح. واضح. اوكي هسه عندنا الاتش اوف الاكس هي شنو؟ يساوي لنا سالب 3 على 2 اكس زائدا 1. اذا هل هذه الدالة هي دالة خطية؟ هسه نجي نشوف نسأل من الموجود هنا. احمد عبد الله، دقيقة احمد عبد الله، احمد عبد الله محمود، نعم دكتور. احمد عبد الله، احمد قل لنا هل هذه الدالة هي خطية ام لا؟ هذه الدالة اتش اللي هي ساوي لنا السالب 3 على 2 اكس زائدا 1، هل هي هذه الدالة خطية ام لا؟ نعم نعم دكتور. نعم خطية. مو خطيه. شنو نعم واضح. يعني شنو السبب اللي خلاك تقول هاي خطية؟ ليش؟ دكتور لان احنا عندنا الفكش الاكس الفاكشن ايه يساوي اعداد كسري كسري نعم وبي نسبة فيمثل لنا الاعداد الخطية. نعم لو تجي لا تجي تقارن هاي الشكل هاي الدالة ويا الشكل العام للدالة الخطية هذه، مو الشكل العام اللي هي تمام اوف الاكس ساوي لنا اي اكس زائد بي، نشوف ان هذا الشكل هو نفسه، بحيث انه هبط لنا الاي هنا ايش قد عندي؟ اثنين الاي اثنين سالب 3 سالب على 2، وعندنا البي شو يساوي لنا؟ 1. اكزال. واضح؟ تمام دكتور. واضح؟ اوكي. هسه الان اكو سؤال على هذا اللي حكيناه؟ اكو دكتور سؤال؟ يعني احنا اذا نعم. يعني سالب عادي طبعا هي السالب ليش والا مو من موجب الاعداد عدد اكس. الحقيقية؟ لا احنا ايش قلنا باوعه، بس انت قلنا الاي والبي تنتمي الى الاعداد الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه شنو هي؟ هي الاعداد الموجبه والسالبه والكسور والاعداد النسبيه واللا نسبيه، يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه تحويل على كل هاي. فاذا اجى سالب او موجب ما عندي مشكله، اهم شيء يكون هذا العدد حقيقي. يعني العدد الاي والبي لازم يكونون اعداد حقيقيه، وبالاضافه الى هذا الشرط انه الاي لازم ما يساوي لنا صفر. في حاله هذه حاله راح اذا اجى شكل الداله بهالشكل راح اقول عليها هي داله خط.